الكشف عن فتح مطار صنعاء الدولي لعدة وجهات محددة فقط لنشاهد التفاصيل. تحدثت مصادرنا إعلامية اليوم عن اتفاق قضية بفتح مطار صنعاء الدولي أمام عدة جهات خارجية، ونقلا عن مصادر ملاحية في مطار صنعاء قولها أن الأطراف اليمنية اتفقت على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام 8 وجهات محددة، ولم تفصح المصادر وفقا للموقع عن الوجهات التي تم فتح مطار صنعاء أمامها، لكنها قالت أن جماعة الحوثيين تطالب بالمزيد من الوجهات للرحلات الدولية، وكان المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة الحوثية قد اشترط فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة ورفع ما أسمح الحصار على البلاد كشروط للدخول في مفاوضات سلام مع الحكومة الشرعية اليمنية.